الراديو 90 90 هواها مصري. طيب هتكلم على مباراة الزمالك زي ما وعدتكم، انما واحد من ضمن اهم الاخبار دلوقتي اللي بتاخذ الساحة الكروية والرياضية هو انه الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اقامة مباراة السوبر يوم 20 فبراير في ملعب محمد بن زايد في الامارات الشقيقة. خبر مهم جدا جدا الحقيقة، وفي تفاصيل كتيرة من ضمنها مثلا انه هيحضر 37,000 في هذا الاستاد. احنا شفنا انه السوبر، مباراة السوبر تحديدا حوالين العالم كله بيتم استضافتها بشكل مختلف. اديك وشفتوا السوبر الايطالي بيتم استضافته في السعودية، شفنا السوبر الاسباني في تجربة جيدة جدا 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 الحقيقة بيتم استضافته في السعودية. اذن هي اصبحت يعني ايه سنة انه مباراة السوبر يبقى فيها نوع من انواع الماركتينج، نوع من انواع التسويق، واحنا قاطعين كنا شوط مش بطال خالص في هذا الامر. ودلوقتي احنا بنتكلم على اقامة مباراة السوبر ان شاء الله باذن الله يوم 20 فبراير في الامارات. خلونا نعرف تفاصيل اكتر. انا معايا على التليفون كابتن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، واللي كان متواجد في أبو ظبي لوضع الرتوش الأخيرة فيما يتعلق بهذا الملف. كابتن فضل صباح الفل وكل سنة وانت طيب، ويا رب دايما كده في تألق مستمر. كل سنة طيب إبراهيم، وصباح الخير عليك وعلى السادة المستمعين كده، يا رب يبقى بداية أسبوع كده خير علينا كلنا وسنة خير يا رب. يا رب يا رب على مصر وعلى الرياضة المصرية يا رب، اللهم أمين. طيب عايز أعرف من حضرتك تفاصيل أكتر فيما يتعلق بمباراة السوبر إن شاء الله بإذن الله. لا يعني احنا سافرنا طبعا، يعني الاول انا بعتذر للاعلاميين ان احنا عندنا بس المعلومه، مش هقولك بتطلع متاخر، بس احنا بنحب دايما بنطلع المعلومه بعد ما بنخلص المهمه يعني او الملف، او انا شخصيا يعني عشان انا كنت يعني موكل بالملف ده، فانا بعتذر للناس عشان في اليومين اللي فاتوا ابراهيم يمكن طلع ناس وقال احنا على مسؤوليتنا ماتش السوبر في الجزيره الساعه 9، احنا اصلا من 10 ايام مخلصين الديل يعني. بس احنا لازم علشان نعلن لازم يبقى في مجلس اداره، اجتماع مجلس اداره. مظبوط. فطبعا انا بعتذر الاول للاعلاميين يعني. ارجع اقول لك ان احنا سافرنا من 10 ايام، يعني يوم تقريبا مش من 10 اسبوع، يعني يوم 3/1. وقبل 3/1 كان في عندنا برضو سيد عارف العواني من مجلس ابو ظبي الرياضي، هو امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي، وسيد سهيل كانوا موجودين في مصر برضو قبلها باسبوع. وابتدينا نتكلم ان زي ما انت قلت يا ابراهيم، موضوع السوبر او مش السوبر، اي حاجه فيها ماركتنج او انا ممكن اجيب ريفينيو او دخل للاتحاد المصري، لازم اسعى للكلام ده، خصوصا ان احنا عندنا برضو وسط الاهلي والزمالك دلوقتي مش فول كاباسيتي، مش صحيح بالجماهير كلها. فاحنا بندور على يعني على المنتج ان احنا نقدر ندخل، بنستفيد مرتين، بنستفيد بالجمهور وبنستفيد كمان المنظومة من كلها. صحيح صحيح، يعني المنظومة كلها تستفيد يعني. فطبعا احنا ابتدينا نفكر، كان عندنا عرضين، عرض من الامارات وبرضه يعني بدولة عربية اخرى، وابتدينا نفكر وقعدنا وفوضنا ووصلنا لمرحلة. طبعا انا بشكر يعني مجلس ابو ظبي الرياضي، يعني ناس يعني محترمه جدا وناس كويسه جدا، وكل الطلبات انت عارف مجابه، وفعلا بيحبوا مصر بجد يعني. فبس عملنا تفاوض، وتفاصيل التفاوض اقدر هنعلنها ان شاء الله يوم 15/1 ان شاء الله باذن الله في المؤتمر باذن الله. بس ده يعني ده احتراما لينا كلنا كمجلس، ان دايما استاذ عمرو الجناني هو يعني بياخد الملف في الاخر، وهو طبعا اللي بيقوم بالاعلان يعني. طيب احنا بالنسبه للتفاصيل التعاقديه، طيب التفاصيل الفنيه، ايوه عشان اريحك بقى. يعني احنا رحنا استاد هزاع، الكاباسيتي بتاعته ابراهيم 25,000 بس بتوصل ل 19 بعد ما بتعمل الماكسيم سيت كاباسيتي. عندك استاد المدينه الرياضيه اللي هو استاد زايد، ده بيبقى 65 بس برضه ما بتيجي تعمل فواصل عشان الجماهير والحساسيه، بيوصل لحوالي 45. عندنا استاد محمد بن زايد اللي ان شاء الله هتلعب عليه المباراه، هو 45 بيوصل ل 37 بعد الفواصل والناحيه الامنيه. فده ان شاء الله باذن الله هيتلعب، هيبقى يوم 20 ان شاء الله باذن الله الساعه 9 ان شاء الله. طيب وهيبقى قبليها في ايفنت كده معمول برضه، حاجه يعني احتفاليه انترتينمنت يعني، انترتينمنت كده بيبقى موجود قبليها زي احتفال زي افتتاح للسوبر يعني، حاجة بتبقى معمولة بسيطة بس هتبقى حاجة حلوة ونخدم. ما صحة انه هيبقى في هذا اللقاء يشهد لأول مرة تجربة الفار وحكام أجانب؟
لا هو حكام اجانب هقول لك ليه. يعني احنا كنا فكرنا احنا من اول الموسم احنا اخذنا قرار ان الحكام هيبقوا مصريين باستثناء مباراه الاهلي والزمالك، وده كان قرار يعني سابق. ده اللي انا يعني جيت لقيته ان السيد رئيس الوزراء من زمان جدا، ده من زمان، ده قرار صحيح. لا 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 ده قرار من زمان جدا. صحيح من زمان جدا ان مباراه الاهلي والزمالك حكام اجانب، مع انها حصلت خلافات بعديها في حكام مصريين. احنا برضو بنحاول الحيطه يعني. فانت بتبص للحكام اجانب، ده واحد، ده مش عدم ثقه في الحكام المصريين او الظروف الحاليه، لكن يعني حتى الاماراتيين انا يعني قلت عشان الحساسيه فخليها تبقى دي. ده واحد، ده احنا يعني قرار لجنه بالتنسيق مع برضو كابتن جمال الغندور. ثم الفار موجود في العالم كله ابراهيم، يعني موجود في العالم كله. فاحنا ده كان من شروطنا، ان احنا خصوصا ان باذن الله الواحد بيستغرب ان الناس مش مصدقه، وانا انا عاذر الناس، بس الناس مش مصدقه اي حاجه انت بتقولها. يعني احنا ما بنطلع نقول يا جماعه احنا الفار، يمكن استاذ عمرو قال من اول الموسم هيبقى في فار في الدور الثاني، برضو الناس مش مصدقه. يا يعني جماعه احنا خدنا الاجراءات، والنهارده في الاستاد القاهره الفرعي لو حد عاوز يروح يبص هلاقي الراجل الفني مركب الاجهزه والتكنيشن، وبنبتدي بعد كده هيبقى في اسبوع نظري، بعد كده هيبقى في 18 مجموعه لثلاث حكام، ويعني احنا خلاص خلصنا الاجراءات. فانا لدرجه ان انا بشك في نفسي من كتر الكلام الكتير، بس انا عاذر الناس طبعا. فهيبقى في مباراه، هيبقى في الفار ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله تبقى فتحت خير كده نهايه يعني بدايه ماتش سوبر، وبدايه دور تاني هيبقى خير كده بعد يوم 24 عشان هيبقى ماتش اهلي وزمالك ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال برضو فني، هل تحديد الميعاد ده تم بعيدا عن الاهلي والزمالك، ولا تم استطلاع راي الناديين علشان لو لا تم بعيدا عن الاهلي والزمالك؟ هقول لك ليه. ده مش تقليل من الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك طبعا انديه كبيره جدا، مش في مصر بس، في افريقيا وفي العالم وكل حاجه، وبنحترمهم جدا. ولكن المسابقه دي يا ابراهيم يعني معلش يعني مع احترامي برضو ملك الاتحاد المصري، فانا يعني انا لازم يبقى في شفافيه، لازم يبقى في عدل، لازم يبقى في وضوح للناس كلها. بحترم الجماهير كلها، لكن مفيش اي حاجه تعوق. يعني الاهلي عنده مباراه يوم 14، الزمالك عنده مباراه يوم 14، المباراه هتبقى يوم 20 بعد مباراه السوبر، يعني ده خلي بالك وقت كافي جدا. وهتقول لي ان الزمالك عنده مباراه هيبقى بيلعب الترجي في قطر، الاهلي هيلعب المصري في القاهره. احنا مدين 6 ايام، وبرضه هندي الاريحيه لنادي الزمالك عشان هو هيبقى بره مصر، لو عاوز يسافر على طول من قطر او عاوز يرجع على مصر ويغادر، كل يعني احنا مدين كل المساحه للاختيار. وبعد كده ما يرجعوا ان شاء الله يوم 24. هتقول لي طيب عندك يوم 20 سوبر وبعدين 24 دوري، طب برضه حساسيه. يا جماعه يعني انا اتمنى، مش من ابراهيم يعني، من الاعلام، ان الكلام ده في العالم طبيعي وحصل قبل كده في بدايه الموسم. السوبر كان يوم 20، ثم الاهلي والزمالك لعبوا مع فرق 23 ده السنه دي. وقبل كده من 4 سنين تقريبا كان في اهلي وزمالك لعبوا ماتشين ورا بعض، يعني اهلي وزمالك برضه. فده طبيعي، مش عاوز الاعلام يبقى في ظهرنا، عاوز الناس دي يعني تتاقلم ان احنا مش هقول لك بنحاول نعمل كل الماجرز ولا كل الخيوط بتاعت بره، بس احنا بنقدر نوصل ان احنا يعني الى حد ما للظروف اللي احنا بنعانيها بنحاول نعمل دوري نقدر نخلصه ويحاول يكون منتظم. صحيح. يبقى احنا عندنا ماتش السوبر يوم 20 اهلي وزمالك، وعندنا في الدوري يوم 24 اهلي وزمالك، صح كده مظبوط؟ باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب حضرتك كنت بتتكلم قلت لي على موضوع الفار، هل فعلا احنا قادرين ان احنا نطبقه في الدور الثاني ولا صعب؟ طبعا. بص يا ابراهيم، هي بالورقه والقلم. يعني انا هجيبها لك بالتفاصيل وانت احكم. اول حاجه احنا عملنا كل الامور، ناقص بالظبط ناخد ابروفل او ناخد موافقه من وزاره الشباب والرياضه، ودي مساله. ده على فكره في تنسيق مع دكتور اشرف صبحي طبعا، وراجل يعني متفاهم جدا وفي ظهرنا. فمساله الورق ده احنا بنتكلم في يومين ماكسيمم هيكون منتهي، لكن احنا ماشيين في كل الاجراءات. الايفاب اخذنا الموافقه عشان تعتمد، الانستراكتور يوم 12 يوصل تقريبا النهارده، صح؟ النهارده 12 ولا النهارده 12 كده؟ النهارده 12 وصل النهارده. هنبتدي الاول بس التكنيشن الناحيه الفنيه، علشان التجربه بيبقى في الملعب استاد القاهره الفرعي، ممكن اي حد من الاستاد الاعلاميين او القنوات يروح يشوف. وبعد كده هيبقى اسبوع نظري، ثم هيتقسم ل 18 مجموعه، كل مجموعه ثلاث حكام. وخلاص هي بيبقى التدريب لمده 28 يوم، ثم خلاص بنبتدي ناخد موافقات الملاعب.
ان احنا يمكن عملنا الاوف لاين، تجربه الاوف لاين في ماتش الاتحاد والاسماعيلي لازم كل ملعب بتاخد عليه موافقه. فالحاجات دي كلها خلاص احنا يعني كل البروسيس يا ابراهيم احنا اشتغلنا فيه. عملناه صحيح. يعني الحمد لله. ويعني حتى كمان بعتنا هنبعت او النهارده هتلاقي جوابات للانديه ان احنا يا جماعه ان شاء الله باذن الله في صدد تطبيق الفار من الدور الثاني، ولو اي حد عنده ملاحظه في اي حاجه مش فار بس. ان خلي بالك برضو انا اسف ان انا بخرج بره الموضوع. اتفضل. الناس كلها بتتكلم على لائحه النظام الاساسي، الناس بتتكلم على كل الحاجات. لا ده انا مجهز لسه خبر، انا مجهز لسه خبر قدام الحقيقه، ومبسوط جدا ان انا قريته النهارده. خبر موجود على اليوم السابع، انما بيعكس لي قد ايه انه شوف انا صريح، وانت عارفنا كابتن فضل، يعني في حاجات طبعا. انا بطلع فيها انتقد اللجنه الخماسيه، في حاجات اقف معاها قلبا وقالبا، انما لما اشوف انه اللجنه الخماسيه النهارده وفقا لهذا الخبر انها بتستقر في وضع بند يتعلق بتعارض المصالح في شروط الترشح لانتخابات الجبليه اللي هي مقرر انها تتعمل في شهر اغسطس او سبتمبر اللي جايين، واشوف كمان ان انتوا بتتحركوا مش بس ارد على حاجه. اتفضل. انت ما بتيجي تمضي اي تعاقد لاي قناه، اي بتمضي الاول حاجه اسمها ميثاق شرف اللي هو الكود اوف كوندكت. صحيح. طيب ميثاق الشرف ده بيقول ايه؟ ان لو في اي تعارض صح بيبقى في حاجه، بيبقى في خطا، بيبقى في ممكن العقد يبقى فيه فسخ للعقد. طول عمرنا يا كابتن فضل بنتكلم ونقول ان هناك تعارض واضح وصريح بين عمل اي من الشخصيات الاعلاميه المرموقه المحترمه اللي على دماغنا من فوق وبين عضويتها في الاتحاد المصري لكره القدم. وضع مثل هذا البند سيعدل وسيصحح من مسار كبير جدا جدا في الكره المصريه. هذا البند خلي بالك ابراهيم ده من الاتحاد الدولي، يعني انا بس عاوز ادي صوره والله، ولا حد عنده اغراض معينه ولا اي حاجه. ما انت ممكن يبقى في تعارض تسويقي، ممكن يبقى في تعارض قانوني، ممكن يبقى في تعارض فني. على فكره كل الحاجات دي فاحنا ما فيش اي حاجه، احنا الاتحاد الدولي في ساره سوليمان بتبقى هي من الاتحاد الدولي، وفيرون هم المسؤولين عن اللجنه الخماسيه من قبل الاتحاد الدولي. طب نقعد مع بعض نحط في تعديل طبعا، ومعنا المستشار حسين حلمي ومستشار محمد المشطة، بيبقى في على طول اجتماعات، على طول تعديل، على طول حاجات زي مثلا بند الثمان سنوات. على فكره الثمان سنوات ده موجود بند في اللائحه. طب الاتحاد الدولي بيقول 12 سنه. انا مش لازم اعمل زي الاتحاد الدولي. بس حتى احنا بنقعد وبنبتدي نفكر ونتكلم، وعلى فكره ممكن يكون في يعني هم اشادوا باللائحه النظام الاساسي اللي موجوده، لكن يبقى فيها حبه تعديلات. فاحنا قاعدين بنعمل الكلام ده واحده واحده مع ناس قانونيين، والله العظيم ولا لينا اي اغراض، انت عارف، ولا هنترشح. وده يعني معلش انت بتحلف ليه؟ هو ايه الغلط اللي انتوا عملتوه؟ يعني اذا كان استناني بس استناني معلش يا كابتن فضل يا جماعه يا كابتن فضل، هو انت بتعمل حاجه احنا بقالنا سنين بنقولها والناس اللي في الشارع بقالها سنين بتقولها، ضج بها الامر يعني ولا يتحرك. وطالما انتوا ناس جايين وكلنا عارفين ده كويس، ان انتوا ناس ما عندكوش مصالح باي حال من الاحوال، ما عندكوش اغراض، واصلا مش هينفع تترشحوا، واصلا مش هينفع تكونوا موجودين، انتوا جايين تعديل مسار للكره المصريه. فلما اشوفك انت بتعمل كده، انت محتاج تحلف ولا انا اللي محتاج اشكرك؟ الوضع مختلف يعني. انت مش انت، هو خلاص الايه اتقلبت، الايه ما اتقلبتش يا جماعه، والله العظيم الايه ما اتقلبتش. صح، هو اللي بيعمل صح يا كابتن فضل دلوقتي هو اللي بيحلف يقول والله ما عندي غرض، وبقى اللي عنده غرض هو اللي بقى كويس وصح. يعني ده معقول؟ والله يا ابراهيم انا بقول لك انا بقيت اوصل لمرحله ان ما بنيجي نعمل حاجه صح من كتر تشكيك الناس. يعني الحمد لله الواحد عنده ثقه في نفسه كبيره جدا جدا جدا، انت عارف شخصيتي كويس، عارف. لكن الواحد انت في عمل عام، انا لو انا عمل شخصي ولا شايف حد، بس عمل عام، فانت مطالب انك انت تقعد تشرح للناس كلها ليه. ان الناس كلها معذوره، خلي بالك برضو انا مش هقول عقليه المواطن المصري، لا طبعا عقليه المواطن المصري اما تديها مساحه وتبتدي تشرح لها هتلاقي ان الراجل متفاهم جدا، وده الدليل احنا بنطلع بره بنبتدي نلتزم بالقواعد والقوانين. النقطه في ايه؟ ان انت عندك، احنا ابتدينا نشتغل عندنا ملفات معينه ابراهيم، ده مفوضين من الاتحاد الدولي بيها. احنا دخلنا بندخل في كل الاتجاهات، يعني الفار ما كانش موجود، احنا عملنا ايه؟ موضوع انا هديك حاجات كلها اكسكلوسيف كده تبقى انت عارفها للناس، ودي هتتقال في المؤتمر، الاستاذ عمرو هيقولها ان شاء الله في المؤتمر الشهر ده. ان احنا مثلا مباراه السوبر بنعمل بره عشان نجيب دخل، وخلي بالك انا بقول اهو هيدخل الاتحاد المصري باذن الله دخل محترم جدا جدا كويس. ودي حاجه اول مره تحصل. عندك دخلنا في موضوع الكوادر، احنا عاوزين نعد كوادر، بتعدوا فعلا طلعتوا اسماء محترمه؟ لا ده لسه، ده احنا في مشروع يعني برضو اللجنه الحمد لله، يعني انا عرضته على اللجنه واللجنه وافقت عليه، ان احنا عاوزين نعمل الايفا الايجيبشن فيدريشن امباسادورز اللي هم سفراء، فيبقى عندي
سفير للاتحاد المصري وخمس لعيبه. السفره دي انا بعمل فيهم ايه؟ اول حاجه انت اللعيب ما بيبطل ابراهيم بيبقى مكسلين شويه، بيبتدي عنده في مرحله يشوف هو هيعمل ايه. انا دلوقتي اللعيبه الليجندز اللي عندنا الاساطير اللي خدمت مصر كتير جدا، انا لازم اخدها ابتدي اثقفها. اثقفها بمعنى ايه؟ هم ناس مثقفه وكل حاجه، بس لازم اوديهم للاتجاه، ازودهم واستفيد بيهم، يروح يعمل معايشات بالظبط عشان انا احتاجه. ما جينا نختار ما فيش كوادر، وبعدين مش كوادر فنيه بس، فنيه واداريه وطبيه وقانونيه. اقدر اعمل الحاجات دي. عندنا موضوع الكوادر، البطوله دخلنا ب 2700 متطوع. طب الولاد دي خلاص كده؟ لا، قعدت مع حسام الزناتي. حسام الزناتي عامل اقتراح محترم جدا وخطه، هيعمل حاجه اسمها منسق عام اللي هو الجنرال كوردينيتور والميديا كوردينيتور مع استاذ اسامه اسماعيل، هيبقى فيه الكلام ده كله. فانت هتدخل كفريق هتلاقي ورقه متعلقه في الاوضه بتقول لك الكام داون عامل ازاي، الساعه كذا هتخرج كذا، التسخين الساعه كذا، في ولد هتلاقيه هو اللي بيقول لك دلوقتي عشان ما بقاش فيه غرامات. فانت بتتكلم ان احنا بنسعى في كل الاتجاهات، كل الاتجاهات، وفي حاجات تانية ملفات كتير جدا جدا يعني. فانت بتحاول تعمل حاجات مش عليك بس في سبيل تطوير الكره المصريه. هتعمل ريبراندنج، خلي بالك احنا عايزين نعمل ريبراندنج للدوري المصري والسوبر وكاس مصر. عشان تعمل الكلام ده كله بتبقى في حاجات موافقات قانونيه، صحيح، تبتدي تخاطب شركات وتعمل مناقصات. عندك مشروع الهدف، انا مش عاوز اطول عليك عشان وقتك، بس احنا عندنا والله العظيم ملفات، احنا كلنا ما بننامش يعني. صحيح. طيب علشان بس ابقى زي ما انا ما اثنيت واشدت بحاجات كتير وحضرتك معايا على الهاتف، برضو لازم عشان ابقى امين قدام المستمع بتاعي وامين قدامك، انا انتقدت اللجنه الخماسيه لانها وضعت مقترح انه الانديه تساهم في الفار، وده غير معمول بيه في اي حته في العالم. ما حصلش ده خبر نزل في كل حته. والله ما حصل. ما انا خلي بالك حصلش. احنا انا في بدايه كلامي قلت لك ايه؟ انا بعتذر للاعلام ليه؟ على المعلومات احنا ما بنتكلمش. احنا ما بنتكلمش، فالناس مش انت قريت الخبر ده؟ طب انت مش قريت الخبر ده؟ قريت ده، انا مش الخبر ده بس، ده انا قريت اخبار كتيره جدا يعني. قريت مره خبر ان السوبر هيبقى في الاردن او عمان او مش عارف في فلسطين. فبقعد اضحك. ما هو انت خلي بالك، انا لو قعدت ارد على كل خبر حد يكتبه، وبعدين احنا عندنا في بعض الصحفيين حد بينزل خبر ابراهيم الباقي بينقله من بعض. ايوه بس الخبر ده واخد الصفه الرسميه يعني، ده كان يستحق على الاقل انه ما حصل. طيب ما خلاص مصدقك من غير حلفان، من غير حلفان. احنا اصلا ما ده هديك بس مثال زي الاستبدال. زي الاستبدال. الاستبدال قال لك اللجنه لم يطرح اصلا، لم يطرح اصلا على الترابيزه. فاحنا بنتكلم ان في حاجات بتطلع احنا ما بنتكلمش ليه؟ احنا فعلا ما عندناش وقت. هتقولي طيب المفروض استاذ اسامه يطلع كالمركز الاعلامي يطلع يتكلم. بيطلع يتكلم في الحاجات اللي احنا بنخلصها. علشان احنا فعلا عندنا، بقول لك، ملفات. مشروع زي مشروع الهدف ده ابراهيم، الناس مش عارفه حاجه عن مشروع الهدف. مشروع الهدف ده اتهد واتعمل واتعمل من اول. المهم ثاني يا بريده، انا لازم برضو ندي كل الناس حقها. المهم ثاني يا بريده والمجلس السابق عامل مشروع عالمي، مشروع محترم جدا جدا جدا، وانتهوا لحته كبيره جدا. احنا بنبتدي نعمل ايه؟ ندخل نخلص. المفروض في مبالغ كبيره جدا في مع الفيفا، بنبتدي نعمل نفرش، نبص على التخطيط عامل ازاي، الكلام ده كله عشان افتتاح المشروع اول فيز. فاحنا انت بتتكلم، فبقول لك من كتر الملفات والله العظيم انت مش شايف يعني، مش قادر تكلم الناس يعني للاسف. فطبعا انا كان الله في العون، وانا كان الله في العون، وادينا استغلينا الفرصه دي ان احنا نسمع صوتك بقالنا كتير جدا جدا، ونعرف معلومات مهمه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون شيء عظيم للكره المصريه. مش عايزك تحلف في حاجه صح انت بتعملها، هو الحابل مش هيختلط يعني الحابل والنابل. الناس عارفه كويس قوي قوي ان انتم ما عندكمش اي مصلحه، والناس عارفه كويس قوي ان انتم جايين علشان تعديل مسار الكره المصريه. ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله، واحنا في ظهركم فيما هو صحيح وسليم ان شاء الله باذن الله، وفي مصلحه الكره المصريه. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن فضل. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد فضل، نجم مصر وعضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم. شفتوا يا جماعة مسألة التشكيك ممكن توصلك لإيه؟ انت دلوقتي، انا اي واحد دلوقتي بيسمعني في العربية، اي واحد في البيت هسأله سؤال والاجابة جواه، هل انت مع انه الاتحاد المصري لكرة القدم يكون في حاجة اسمها ليها علاقة بتعارض المصالح، يكون من يتواجد في عضوية المجلس اعلامي ولا لا؟ اي واحد بيسمعني دلوقتي هتلاقيه بيقول لي ارجوك احنا عايزين نخلص من الموضوع ده، احنا عايزين بتاع اتحاد الكوره في اتحاد الكوره، والاعلام عايزين اعلام، احنا مش عايزين نشوف تضارب مصالح بقى حال من الاحوال.
فتخيل انت الراجل اللي بيعمل حاجه كل الناس عايزاها بيحلف بيقول والله ما عندناش غرض. شوف ازاي، شوف احنا وصلنا مرحله التشكيك في بعض الفين.